أسعد الله أوقاتكم من جديد، وسنتحدث اليوم في الباب الأخير في شروحات طرق البحث في علوم الصحة عن الباب التاسع، وهو مراجعة واستعراض الأدبيات في البحث العلمي. واحدة من أهم الخطوات والأولويات هي القيام باستعراض ومراجعة الأدبيات السابقة في البحث. هي إحدى التجارب المهنية التي ممكن أن نتعرض لها كباحثين. لماذا؟ لا شك سنجد في أن كل فترة ذات أهمية بالنسبة لنا كباحثين قد تم التفكير فيها بدرجة معينة. خطوات البحث، ماذا سأفعل، ما هي المشكلة، من هم الفئة المستهدفة، متى يعني سأنتهي من بحثي، كيف سأصل إلى النتائج، كل هذه هي الاستفسارات. الغرض من استعراض الأدبيات والمراجع هو تحديد البحوث التي لها علاقة بموضوع البحث المراد عمله، ووضع المشروع الخاص بالباحث في إطاره المفهومي والنظري الصحيح طبقا لهذه الأدبيات. وإذا نظرنا إليه بهذه الطريقة لن يكون هناك موضوع جديد تماما أو متفرد لا يمكن أن نجد له بحث متقارب. الأدبيات اللي هي المراجع والدوريات والمجلات والأوراق ومواقع الإنترنت، كل هذه تعتبر من الأدبيات التي يعني نعملها ريفرنس لأبحاثنا ومراجع لأبحاثنا واستقصاء المعلومات، ولا يمكن أن تكون هناك فكرة جديدة تماما، بل هي لابد من ترابط بعض المواضيع في الأبحاث الأخرى التي ممكن أن نرجع لها ونستدل بها نوعا ما، وهذا هو المقصود. فيما يلي نستعرض بعض الأفكار المفيدة في إجراء مراجعة الأدبيات. أفكار الأدبيات هنا المفيدة في المراجعة تعتمد على تركيز الجهود على الأدبيات العلمية في المقام الأول. نحاول هنا أن نحدد أكثر المجلات والدوريات والمواقع الأكثر مصداقية وثقة في موضوع البحث المتعلق بك ونبدأ بها. التركيز على الدوريات التي تتبع ما يعرف بنظام الاستعراض الأعمى Blind Review للمواضيع المنشورة على مواقعها، وهو نظام هنا يعتمد على عدم الكشف عن اسم صاحب المقال الأصلي أو المقدم للنشر عند إجراء عملية تقويمه من قبل محكمين خارجيين. هذه الدوريات تعتمد نظام الاستعراض الأعمى، تتمتع بمصداقية أكثر، يعني ما فيش محاباة في الأبحاث العلمية، وبالتالي ستكون مصداقيتها عالية في المصادر. ثانيا، نقوم بإجراء مراجعة الأدبيات في بداية عملية البحث. هذا يساعد في أن نتعلم أكثر، كما يساعد في اتخاذ قرار التخلص من بعض الأفكار في مرحلة مبكرة من الأفكار الخاصة طبعا في مرحلة مبكرة من البحث أو البدء في خطة البحث. أولا، ما الذي يجب أن تبحث عنه في مراجعة الأدبيات؟ عندما أراجع الكتب والدوريات والمجلات ومواقع الإنترنت، أبحث عن الأفكار المتقاربة في لبحثي، ماذا يجب علي أن أبحث؟ أولا، ربما تجد دراسة متشابهة مع الفكرة أو الدراسة أو البحث التي تود القيام بها. بما أن كل الدراسات الموثوقة تقوم بمراجعة أدبيات مثلك مثلها، بإمكانك النظر في الأدبيات التي تمت مراجعتها من قبل هذه الدراسة حتى تحصل على انطلاقة سريعة بالفكرة. يعني روح للدراسات السابقة اللي تم مراجعتها من قبل هذه الدراسة حتى انه تبدأ الأفكار عندك وتشوف ايش المطلوب. ثانيا، البحوث السابقة تساعدك على تضمين كل النماذج ذات العلاقة بدراستك. ربما توصلت هذه النماذج إلى نتائج لم تضمنها أنت في النموذج الخاص بك في بحثك أو دراستك. إذا قمت بإعداد الدراسة من دون الخاصة فيك، من دون أن تضمين هذا النموذج، لن يحكم عليها بأنها جيدة وموثوقة، لأنها تجاهلت نموذجا مهم.
ربما هذه يعني نقطة أساسية. كل النماذج ذات العلاقة بالدراسة تساعدك البحوث السابقة على تكوين الفكرة. ثالثا، مراجعة الأدبيات سوف تساعد الباحث في إيجاد واختيار وسيلة القياس المناسبة لفعالية البحث ومصداقية البحث وبرهنة البيانات والفرضيات. سنرى هنا ما هي وسائل القياس التي يستخدمها الباحثون في مواقف متشابهة لموقفك الذي يعني تريد أن تبدأ به كباحث مثال للآخرين. رابعا، مراجعة البيانات تساعدك على توقع المشاكل المشتركة في إطار البحث الخاص فيك، ويمكن هنا استخدام تجارب الآخرين لتجنب الأخطاء المشتركة التي من الممكن أن يقع فيها الباحثون كأخطاء عامة يقع فيها الجميع.